احنا في البلان دو ريستركتوراسيون تاعنا معناتها في البرنامج باش نخلقوا شركه شحن توليسير كارغو دونك وهذايا معناتها ان شاء الله في القريب العاجل كي نقول القريب العاجل من هنا ممكن 27 28 بعد ما نكملوا خاطر هو استثمار هو تغيير طيارات اللي كانت تخدم بها المسافرين مش تحطها في الكارغو لكن هذا ما منعناش انه بالطيارات نتاعنا اللي فيها معناتها اون كاباسيتي في السوق قاعدين نعملوا في دور كبير لدعم معناتها في التصدير من تونس خط للامانه نعتبره ناجح بامتياز في معناتها تعريف بالمنتوج التونسي في الخارج والتصدير هو خط لكندا نجم نقول لك يعني اموين معدل على كل رحله نهزوا ما بين 8 و 11 طرناتا من المنتوج التونسي الى كندا وهذا معناتها تقريبا عندنا عام ونص واحنا معناتها فهمتي انتعاش حتى للميزانيه نتاع الخطوط الجويه معناتها فهمتي راهو مدخول كبير نتاع الكارغو لانه ما تكلف حتى شيء هي سوق ماشي بطبيعتها مش نطلع الكراسي مع مبيوعين مبيوعين نزيدوا معاه معناتها الكارغو اللي هو من اكثر الانشطه الرابحه لشركات الطيران دونك قاعدين نلعبوا في دور كبير مع معناتها كذلك السيباكس مع المصدرين باش نعرفوا بالمنتوج التونسي باش نوصلوه معناتها الى هالديستيناسيون اللي باش خلطهم خاصه باللي باتو هو يلزمنا معناتها نوضحوا لل معناتها للمستمعين الكلفه والربح الوقت اكيد والمردوديه لكن معناتها نقوموا بمجهود كبير ديما يقعد راهو التصدير عبر معناتها فهمتي لو ماريتيم يمثل 98% هكا 2% احنا وبعض الشركات الاخرى احنا راهو في صلب اهتمامنا تطوير الكارغو